أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من فضاء حر، نناقش فيها مستقبل الأزمة اليمنية بعد فشل تحركات كيري وعلى ضوء المستجدات العسكرية على الأرض. في 14 من نوفمبر أصدر كيري من أبو ظبي تصريحات تحدث فيها عن اتفاق بين التحالف والحوثيين لوقف إطلاق النار واستئناف المشاورات. الحكومة الشرعية قالت على لسان وزير خارجيتها إن تصريحات كيري لا تعني الحكومة ولا تدعم عملية السلام في اليمن. بعد يومين من تلك التصريحات حمل نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي اعتذارا للرئيس هادي عن تصريحات كيري التي وصفها مراقبون بأنها متسرعة ومرتبكة، خاصة أنها تأتي قبيل مغادرته منصبه. اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه كيري لم يدخل حيز التنفيذ على الإطلاق، وناطق التحالف قال إنهم لم يتلقوا أي طلب من الشرعية لوقف العمليات العسكرية في اليمن على الأرض. حرر الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مناطق واسعة في المنطقة الشرقية بمحافظة تعز، تزامن ذلك مع عودة الحكومة الشرعية إلى محافظة مأرب ورفع مستوى خطابها السياسي والعسكري. إذن ما هو مستقبل الحل السياسي بعد فشل جهود كيري في اليمن؟ وهل ستنتظر الأطراف اليمنية شكل العلاقة بين أمريكا، ترامب ودولة الأقاليم الفاعلة في الأزمة اليمنية حتى تحدد موافقتها ومواقفها وكيف سيكون شكل تلك التحالفات مع السعودية وإيران على وجه التحديد؟ ماذا عن الدور العماني؟ هل هناك دلالات وراء تحول دورها من وسيط إلى ضامن لميليشيا الحوثي؟ ثم ماذا عن القرارات الدولية بحق قادة الانقلاب المخلوع صالح وعبد الملك الحوثي؟ كل هذه الأسئلة وغيرها سنطرحها على ضيوفنا من واشنطن، نائب السفير الأمريكي السابق في اليمن السيد نبيل خوري، وكذلك من اسطنبول أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء الدكتور عبد الباقي شمسان. أرحب بكما ضيفي الكريمين وأبدأ معكما بالسؤال المشترك. أبدأ مع السيد خوري. سيد خوري، بعد فشل جهود كيري هل تعتقد أنه لا زال هناك مجال للحديث عن حل الأزمة في اليمن؟ أقصد حل سياسي. يعني أولا لا أعتقد أن يمكن أن نجزم أن هذه المبادرة قد فشلت، ولو أن القتال مستمر اليوم على الأرض وضرب من الجو مستمر، ولكن بنفس الوقت يعني مبدئيا كل الأطراف قالت لكيري أنها موافقة على مشروعه، ولذلك لننتظر. ربما كانت هنالك بعض المزايدات ومحاولات من طرف أو آخر لزيادة مكاسبهم قبل أن يتوقف إطلاق النار حقيقة. ذلك أني أعتقد أن مبادرة كيري ليس فيها جديد سوى إصرار أمريكي وإصرار إدارة أوباما على محاولة الوصول إلى حل قبل خروجه من البيت الأبيض. نعم، إذن سيد نبيل ترى بأن خطة كيري لا زالت ربما ممكن أن تستمر وتخرج بحل الأزمة في اليمن. أنتقل إلى الدكتور عبد الباقي بنفس التساؤل، هل ترى بأن الحل السياسي لا زال قائما للأزمة اليمنية بعد فشل مبادرة كيري؟ نحن لا نتحدث على مشاورات سلام، نحن نتحدث على ضغط غربي للذهاب نحو تسويات لا تخدم تطلعات الشعب اليمني بل تخدم المصالح الاستراتيجية الأمريكية، وبالتالي لا نستطيع الحديث عن صالحة وغير صالحة، ولكن هذا يترتب على قوة الضغط تجاه دول التحالف والسلطة الشرعية للذهاب نحو تسويات، وأيضا متغيرات الواقع اليمني وكيفية تغيير المعادلة. هذه ليست تسوية وإنما ضغوط أمريكية هدفها مرتبط بأهداف استراتيجية لإعادة ترتيب المنطقة، وبالتالي من يغير في معادلة الواقع الميداني، وكذلك نحن في مرحلة رمادية الآن، مرحلة البطة العرقاء أي في آخر مراحل رئاسة أوباما وباتجاه رئاسة ترامب، وبالتالي متغيرات السياسة الأمريكية، رغم أنني أعتقد أن السياسة الأمريكية ثابتة واستراتيجية ولا علاقة لها بتغير الرئاسة الأمريكية.
نعم دكتور، إذن نتوقف عند هذه الإجابة ونذهب الآن لمتابعة هذا التقرير الذي يلخص أبرز تحركات كيري بشأن الأزمة اليمنية منذ ما بعد فشل مشاورات الكويت، نتابعها ومن ثم نبدأ النقاش. في 25 من أغسطس الماضي أطلق وزير الخارجية الأمريكي ما سمي بمقترحات كيري لحل الأزمة في اليمن، وقال إن ولد الشيخ سيستأنف المشاورات مع الأطراف بناء على هذه المبادرة. في نهاية أكتوبر الماضي قدم المبعوث الأممي خارطة للحل في اليمن مبنية على مقترحات كيري وافق عليها الإنقلابيون، غير أن الحكومة لم توافق عليها. بعد فوز ترامب برئاسة الولايات المتحدة ذهب كيري إلى أبوظبي ومسقط وقال إن التحالف العربي والحوثيين وافقوا على وقف لإطلاق النار يبدأ من 17 من نوفمبر الجاري، وتم التوصل إلى اتفاق شامل بناء على خارطة ولد الشيخ. الحكومة قابلت هذا التصريح برفض شديد اللهجة وقالت إنه يعيق مسار السلام في اليمن لتناقضه مع المرجعيات الوطنية والقرارات الأممية. في 17 من نوفمبر التقى نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي الرئيس هادي في الرياض وأبلغه اعتذار الإدارة الأمريكية عن تصريحات كيري. منذ 17 من نوفمبر لم يتم أي وقف لإطلاق النار، وقال الناطق باسم التحالف إن الحكومة الشرعية لم تطلب منهم وقف عملياته العسكرية في اليمن. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، وأعود إلى السيد نبيل الخوري. سيد نبيل، ذكرت بأن المبادرة أو الخطة التي تقدم بها كيري وافق عليها الجميع، لكن كما تعلم الحكومة الشرعية المعنية بالدرجة الأساسية بهذا الأمر أعلنت رفضها وأنها لم تتلقى أي يعني ربما أي تواصل من قبل كيري أو الأمم المتحدة بشأن هذه الخارطة. هذا موقف غريب، لأن كما قلت سابقا مقترحات كيري لا تأتي بشيء جديد، تأتي يعني المبادئ التي اتفق عليها، وهي أنه وقف إطلاق النار يتبعه إنشاء حكومة انتقالية تمثل جميع الأطراف وخاصة الأطراف المتنازعة، وبعد ذلك انسحابات شاملة، ومن ثم على تدرج تأتي الانتخابات الجديدة لاختيار حكومة جديدة تمثل كل اليمن. هذه المبادئ الكل متفق عليها، ويعني هادي موافق عليها منذ سنتين، فيعني غريب شوي هذا الموقف حاليا، ولكن لا أدري ما هي دوافع الرئيس هادي وحكومته لرفض هذه المقترحات، بعد أن كانوا أيضا عندما تفاوضوا في الكويت والمبعوث الدولي في ذلك الوقت قال أن هنالك موافقة ولكن ينتظر مواد تطبيقية. وكذلك خرج هادي ليقول لم نوافق على شيء، فيعني ما هو تحديدا الشيء الذي لا يوافق عليه؟ هم يقولون بأنها تتعارض، نعم سيد نبيل، هم يقولون بأنها تتعارض مع المرجعيات التي صدرت بموجب القرار الأممي 22/16، وعلى وجه التحديد نزع السلاح، الانسحاب من المدن. ربما هذه الخارطة جاءت للالتفاف وإخراج القرار الأممي من مضمونه. لا أعتقد يعني هي مسألة جدولة هذه الأمور ليس أكثر، يعني الانسحاب وقف إطلاق النار أولا أو الانسحاب أولا، حكومة موقتة أولا ولا انسحاب، يعني كلها مسألة جدولة، ولكن المبادئ يعني واضحة وهي لمصلحة اليمن قبل كل شيء. فأنا يعني كيري صرح بعث سفيره إلى هادي لكي يؤكد على هذه المبادئ ويعاود الاتفاق مع الحكومة. على كل حال يعني نحن نعرف أنه الطرف الحقيقي وراء هادي هو المملكة العربية السعودية، فأنا بالنسبة لي السؤال، هل المملكة العربية السعودية جادة بإنهاء هذه الحرب أم لا؟ أفهم من كلامك سيد نبيل بأن التعامل المباشر ربما مع السعودية بدرجة أساسية بعيدا عن الحكومة الشرعية، وهذا ربما جاء في نفس السياق الذي جاءت فيه مبادرة أو خارطة كيري. يعني الواقع أنه هادي جالس في الرياض ولا شيء يتم إلا بوجوده وبالمناقشة معه،
ولكن أنا أقول أن القوة الحقيقية على الأرض هي السعودية. نعم. والقصف الجوي مسؤول عن أكثر من نصف الدمار الذي يحصل باليمن. فإذا وقف هذا القصف يعني أول بأول لكي تنتهي هذه الحرب، وتالي ضرورة التفاهم مع السعودية على ماذا تريده بالضبط لتوقف هذه هذا القصف. طيب أستاذ نبيل، اسمح لي أن نشرك معنا أيضا ضيفنا الدكتور عبد الباقي شمسان. دكتور عبد الباقي، ربما السيد نبيل خوري يبدي استغرابه من رفض الرئيس عبد ربه منصور هادي لهذه الخطة وأيضا الحكومة الشرعية. أولا المسألة ليست مسألة جدولة، المسألة مسألة خلاف جوهري وتباين جوهري. نحن نتحدث عن انقلاب وعن سلطة شرعية، وبالتالي عندما نتحدث عن جدولة، لأول مرة الولايات المتحدة الأمريكية التي أعادت رئيس بنما المنتخب بقوة السلاح الآن تساوي بين الانقلابيين والسلطة الشرعية، بل تنزع نحو نزع السلطة الشرعية من قوة منتخبة ولها مرجعية إقليمية ودولية وتعطي الشرعية لجماعة انقلابية. هذا يندرج لو سمحت في النقطة الأولى، يندرج في إطار الاستراتيجية الأمريكية التي سأتحدث عنها. نعم. العنصر الآخر، عندما نتحدث عن أن المملكة العربية السعودية هي اللاعب الرئيس، وعندما تم تصريح كيرين وتم الاتفاق بين الحوثيين والمملكة العربية ودول التحالف، أي كأن المعركة بين عدوان خارجي وطرف وطني، وهذا خطير، هذا خطير جدا، وتجاهل للسلطة الشرعية وتجاهل للأعراف الدولية المتعارف عليها، وتعارف حتى مع المواقف الأمريكية التي صوتت للشرعية ووضعت الحوثيين والإنقلابيين في قائمة المطلوبين دوليا، وتحدثت عن انقلاب ووضعت القرار 2216 وكانت من الدول الرائعة. الولايات المتحدة الأمريكية عندما تستغرب، لا يمكن لأي رئيس أو بالمنطق أو بعقل لرئيس شرعي يشرعن للانقلاب بعد كل هذه الانتهاكات. لقد ارتكب الرئيس عبد الرب منصور هادي والسلطة الشرعية خطأ كبيرا عندما تم قبول وصف ولد الشيخ وجماعة بن عمر بالأطراف اليمنية المتنازعة، وكأن هناك ليست هناك سلطة شرعية، إنما كان هناك حاكم ديكتاتور تم الانقلاب عليه، وبالتالي صراع بين جماعات ليس لها شرعية. نحن أمام صراع بين سلطة منتخبة شرعيا وفقا لمواثيق دولية حتى لو كانت توافقية، وجماعة انقلابية انقلبت على المسار الديمقراطي وعلى المجتمع. بالتالي لا يمكن لنا المساواة بين الطرفين أو وصفهم حتى بالطرفين. علينا أولا تشخيص الحالة. الولايات المتحدة الأمريكية وكيري نعم يتحدث في إطار رؤيته، لأنه يريد قبل نهاية فترة الرئيس أوباما ترتيب اليمن في إطار ترتيب المنطقة العربية من خلال بقاء، يعني ضمان بقاء الحوثيين كطرف أصيل في الحقل السياسي اليمني بقوته الميليشية والعسكرية، بحيث يخلق في اليمن ما يسمى حزب الله اليمني. وبالتالي الهدف الآن هنا المحافظة على الحوثيين، وهناك تحرك عماني بتنسيق مع إيران لإنقاذ الحوثيين والمحافظة عليهم. دكتور قبلنا بينما المنطق هذه جماعة إرهابية، هذه جماعة انقلبت على السلطة، وهناك مرجعية دولية وهناك مواثيق دولية. لا الحديث عن جدولة، ليس هناك جدولة فيما يخص المرجعية الدولية انقلابية. دكتور علينا أن نرجع للمرجعيات الدولية. لا يمكن لنا للرئيس هل تتعارض خطة كيري مع المرجعيات الدولية دكتور؟ طبعا لقد تتعامل بتعارض كبرياء عندما تحدث عن اتفاقيات مع الحوثيين ودول التحالف وتجاوز السلطة الشرعية، ثم لا يمكن لرئيس دولة عظمى يتحدثون ويتغنون بالديمقراطية والحريات ثم يأتي ليثبت ويشرعن لجماعة انقلابية في إطار ما يسمى استدعاء ثنائية السنة والشيعة، كما هو في العراق، وكما هو استدعاء القوميات الكردية في سوريا وفي ليبيا. الآن نحن أمام مشروع إرجاع المنطقة العربية ومنها اليمن إلى مرحلة ما قبل الدولة الوطنية وإلى الهويات السابقة لها، وإلى عودة مباشرة للدول الغربية الكبرى إلى المنطقة. بالتالي هذا مشروع لا يستجيب لتطلعات الشعب اليمني ولا علاقة له بالتسوية، بل مشروع كيري وولد الشيخ
يسحب لليمن نحو الصوملة، لأن الرئيس عبد الرب منصور هادي لا يمكن له أن يضبط الجماعات المقاومة الوطنية والجيش الوطني والجماهير اليمنية ليقول لها نسلم السلطة للحوثيين بعد كل هذه المجازر وبعد الانقلاب وبعد استلاب الجمهورية والدولة والمخلوع صلاح يعيث فسادا فيها. دكتور عبد الباقي، لا يمكن للمنطق نحن حتى نفهم ويفهم المشاهد الكريم دكتور عبد الباقي ألا نتحدث. هذا خطاب كيري لو سمحت، خطاب كيري كما هو خطاب الحوثيين، العدوان العدوان، وكيري الآن يتحدث عن تحالف وعن حوثيين، يعني المعركة بين العدوان الخارجي والحوثيين. علينا أن نعيد التوصيل وجه التناقض. دكتور عبد الباقي اسمح لي في هذا الجزئية فقط حتى يفهم المشاهد الكريم، يعني وجه الاختلاف أو التناقض في خطة كيري مع المرجعيات التي تضمنت الخطة التي وافق عليها الحكومة الشرعية في نهاية يعني مشاورة الكويت. اسألني أنا دكتور عبد الباقي. نعم نعم، كنت قد سألتك يعني التناقض في يعني في خطة كيري الجديدة مع المرجعيات التي وافقت عليها الحكومة في مشاورة الكويت الأخيرة. طبعا حتى مشاورة الكويت كان هناك مجموعة من النقاط، الانسحاب من المدن، تسليم السلاح، الاتفاق على لمن نسلم السلاح، وكانت حتى اتفاقية الكويت لا تستجيب حتى للمرجعيات، ولكن تم قبولها مضضا من قبل السلطة الشرعية، وكنا نتهم السلطة الشرعية بأنها خانت ما وعدت به عندما قبلت الكويت. عندما عرفوا الانقلابيين أن هناك انسحاب من المدن من صنعاء في بيال، قاموا بتعيين ما يقارب 100,000 شخص في المؤسسات الأمنية والاستخباراتية والعسكرية داخل صنعاء، وتم إخفاء أسلحة. وبالتالي عندما نقول للحوثيين انسحبوا من المدن لا معنى له، وعندما نقول سلموا السلاح سيقول السلاح قد دمر، وهم قد نقلوا السلاح إلى صعدة ومخفي تحت الأرض. وعندما نقول نسلم لمن، يعني أنه غير معترف بالسلطة الشرعية، تسلم السلاح للسلطة الشرعية المعترف بها وليس إلى طرف ثالث. الطرف لا يوجد طرف ثالث، هناك طرف أوحد هو السلطة الشرعية. أنا لا أقول هذا تعصبا، أقول هذا وفقا للأعراف الدولية وللعلوم السياسية وللمرجعيات الدولية. نعم. التي يعرفها أيضا. نعم دكتور. صديقي وعزيزي العزيز خوري، لأنه نعم. متخصص في العلوم السياسية. إذا نقف عند هذا النقطة. نعم أن نتحدث أن نقول للسلطة الشرعية سلم السلاح لطرف ثالث، هذه نعم. هي السلطة الشرعية المعترف بها. نعم. إذا دكتور أعود لسيد نبيل خوري. سيد نبيل، إذا كما تحدث الدكتور عبد الباقي شمسان، كيف يمكن لدولة عظمى راعية للديمقراطية كأمريكا أن تتعامل مع الانقلابيين وتتجاهل الحكومة الشرعية التي ربما ساندتها كثيرا وبدأ ذلك طيلة إدارة الأزمة اليمنية ودعمها بالقرار الأممي 22/16؟ لماذا؟ لا أبدا، ليس هنالك أي تجاهل، وأنا أسف لأنه إذا كان هنالك عودة لأن نقول عن الحوثيين نصفهم فقط بأنهم إرهابيين وانقلابيين وليسوا شرعيين ولا يجب أن يتساووا مع الدولة والحكومة، كل هذا الكلام يعني أنه الحرب لن تنتهي. يعني الكل يعرف أنه الحوثيين انقلبوا على السلطة وأخطأوا في احتلالهم صنعاء واتجاههم جنوبا، ولكن الآن يجب أيضا الاعتراف بأن الحوثيين هم جزء كبير من اليمن، جزء أصلي من اليمن، وليسوا فئة غريبة عن الوطن اليمني. ولذلك بالنهاية ما سبب خروجهم على النظام هو عدم تمثيلهم به التمثيل الكامل، وكل الاتفاقات الدولية وأمريكا والسعودية الكل يقول أن الهدف أن نعود إلى نظام يمثل جميع أطراف اليمن وكل الشعب اليمني بما فيه الحوثيين. ولذلك يجب الابتعاد عن هذا الخطاب الذي يصغر ويحجم من الحوثيين، يمثلون تقريبا نصف اليمن، واليوم أنت تتحارب معهم ويجب أن تبني السلم معهم، ولذلك يجب أن يكونوا طرفا مهما في سيد حكم نبيل.
ربما الجميع كان في اليمن مؤمن بما تقول، ودخل الجميع في مؤتمر الحوار الوطني، وكان هناك رؤية كاملة خرج بها مؤتمر الحوار الوطني يكفل الحقوق لجميع اليمنيين، لكنهم هم من انقلبوا على الشرعية وهم من ذهبوا إلى الحرب. حتى اتفاق السلم والشراكة الذي أتوا به بعد الانقلاب وبعد اقتحام صنعاء، يعني ربما نسفوه وحاصروا الرئيس في منزله وقادوا حرب على اليمنيين في كل المناطق. أعرف هذا كله، يعني أقول لك شيء، يعني لكي نبتعد عن من هو المخطئ هنا، لأن الكل مخطئ في هذه الحرب، والشعب اليمني هو الذي يدفع الثمن هذه المجاعة وتفشي الأمراض والحصار المكمر على اليمن يجب أن ينتهي، والقتل يجب أن ينتهي. إذن لنترك هذه المواصفات والاتهامات لأقول لك كيف يمكن أن ينتهي؟ نعم سيد نبيل، كيف يمكن أن ينتهي من وجهة نظرك؟ لا بس يجب هلأ الآن كاري في هذه الفترة جاد في الدبلوماسية لوجود حل لهذا المشكل الداخلي في اليمن والإقليمي، ولو كان جادا منذ سنتين ربما لكنا تجنبنا هذه الحرب كلها. ولكن أنا أنبه هنا أنه من يقول أنه هذه بطة عرجاء وبالتالي اقتراحاتها غير صحيحة أو غير مجدية يخطئ، لأنه يغامر على من سيأتي من بعد، ومن سيأتي من بعد دونالد ترامب لا سيهتم باليمن أقل بكثير مما اهتمت به هذه الإدارة، ويريد أن يتصادق مع بوتين، مع روسيا في المنطقة، ونعرف ما هي مع من تتحالف روسيا وما تريد. لذلك أنا أنبه وأشجع على الإسراع في الوصول إلى اتفاق الآن وقبل نهاية مدة أوباما، لأن سياسة ترامب في المنطقة لن تعجبكم أبدا ولن يرتاح لها أحد، واليمن سيكون هو الخاسر. فلنبتعد عن هذه الاتهامات وهذه يعني الإشارة السيئة. نعم طيب دكتور، نعم دكتور عبد الباقي شمسان، إذا ربما السيد نبيل خوري يحذر من بأن الإدارة الأمريكية الجديدة ربما بقيادة ترامب ستكون أسوأ ولن تهتم بالشأن اليمني، وربما نواجه أمور وأوضاع أصعب مما هي عليها الآن. أولا بالنسبة لوصف الحوثيين أننا نتجاوز الماضي، بمعنى نحن عندما يحتل أحدا منزلك وتدخل معه في صراع وبعد فترة يأتي حد ليتم تسوية، يقول لك تناسى أنه قد احتل منزلك وتناسى أنه قد قتل أهلك، وحتى أن نقوم بإجراء تسوية علينا أن نقبله كشخص نقي، نحن علينا التوصيف بشكل جيد، هذه جماعة انقلابية، هناك مواثيق دولية، هناك انتهاكات، هناك تبجيد لموارد مجتمع، هذا مفروغ في القانون الدولي، وهناك ستلاحظ أن وجهة نظر خوري تتحدث عن المحافظة على الحوثيين في إطار استراتيجية المنطقة، هم يريدون المحافظة على الحوثيين كطرف ليس يمثل الزيدية وإنما كثنائي شيعي سني كما هو في بغداد، وبالتالي ضمان بقائهم يعني في هذه الفترة ليتم ترتيب المنطقة. أما الحديث عن أن المرحلة القادمة أصعب، الشعب اليمني هو من يقرر تطلعاته، فلتهملنا الحكومة الأمريكية، فلتهملنا الحكومة الأمريكية لها مصالحها الاستراتيجية، وبالتالي نحن سيد نبيل سأعطيك الوقت في الحوار الوطني، الدكتور يكمل فكرته وأعطيك الوقت لو سمحت. وكانت هناك في قضية اسمها قضية صعدة وقبلناهم في الحوار الوطني والسلاح معهم، واحتلوا صنعاء يوم توقيع وثيقة السلم والشراكة، ودخلوا إلى صنعاء وذهبوا إلى عدن وبددوا الأموال، ومن ثم نعود للتسوية معهم والتنازع عن هذا، ونحن نعلم أن أي عملية تسوية وفقا
أدبيات الأمم المتحدة لابد أن تتم عبر آلية العدالة الانتقالية، وستلاحظ كل ممثلين الأمم المتحدة تجاهلوا ملف حقوق الإنسان، ونحن نطالب بملف حقوق الإنسان ورسم هذه الانتهاكات لإحالة هؤلاء للمحاكم الدولية والإقليمية والدولة اليمنية والسلطة الشرعية. لا يمكن لنا أن نصف قاتلاً قبل 10 سنوات أنه قاتل وبعد 10 سنة أنه غير قاتل. هذا انقلاب، سواء سنة أو سنتين أو 3، علينا أن نعيد السلطة الشرعية ولا نقزم نحن الحوثيين. الحوثيين هم وضعوا أنفسهم في هذا الموقع، وهم لا يتبعون الشعب اليمني وإنما يتبعون المشروع الإيراني ولاية الفقيه. وإيران تتحدث بشكل واضح، طيب دكتور، أن صنعاء العاصمة الرابعة، وهم يهددون الأمن الخليجي ولا علاقة الحوثيين. إذا أرادوا أن يكونوا جزء من طيب دكتور أعطي الكلمة للأستاذ نبيل خوري. نعم سيد نبيل خوري، إذن الدكتور عبد السيد نبيل، كنت ربما تريد أن تعقب على كلام الدكتور، ولكن قبل أن تعقب أيضا نضمن سؤال: لماذا الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تلتف على القرار الأممي كما يقول تقول الشرعية ويقول العديد من المراقبين بالبحث عن خارطة جديدة، ولا تعمل على تنفيذ القرار 22/16 الذي صدر تحت البند السابع؟ يا سيدي، أنا أولا متأسف لأنه وقتي ضيق ويجب أن أترك لموعد آخر، ولكن أريد أن أقول أنه هذه شيطنة الآخر في حرب من هذه النوع ليست لخدمة الوطن وليست لخدمة أحد. وإذا كانت أمريكا مخطئة وتريدونها أن تنسحب فهي مستعدة جدا أن تنسحب. أنا لست ساحب القرار، ولكن اهتمام أنا بنظري اهتمام أوباما في اليمن في السنوات الماضية لم يكن كافيا إطلاقا، واهتمامات ترامب ستكون أقل من ذلك. وأريد أن أسأل سؤال واحد فقط لكل هذه الشرعية والقانونية والحق معكم وإلى آخره: إذا السعودية لم تتدخل بطيرانها وبالناس اللي دفعوا لهم الجنود اللي اجوا من أنحاء المعمورة ليقاتلوا عنهم في اليمن، لو لم تفعل كل ذلك أين كانت الشرعية في اليمن اليوم؟ ما كانت الحوثيين وصلوا إلى عدن لو ما دخلت السعودية والإمارات وإلى آخره. فيعني عفوا خذوا نفس شوي، ومن مصلحة السعودية أن لا تستمر هذه المعارك إلى الأبد لأنها تستنزفها وبالنهاية ستسحب دعمها لهذه. لذلك يعني اليوم تعقلوا وتصالحوا مع إخوانكم اليمنيين، وكما أقول الكل أخطأ، هم أخطأوا وأنتم أخطأتم. نعم. ولذلك يعني يجب التوصل إلى صلح الآن قبل غدا، وأتمنى لكم ولليمن كل خير. وأتأسف سيد نبيل، سؤال أخير بس أودعك بسؤال أخير فقط. سيد نبيل سؤال أخير فقط، يعني لماذا سيكون الوضع في عهد ترامب والإدارة الأمريكية الجديدة أسوأ من الماضي؟ وكما تعلم كان ربما ترامب في أثناء حملتها الانتخابية كان هناك تهديد لإيران والملف الإيراني، وأيضا ربما ظهر نوع من التقارب مع الحليف التقليدي المملكة العربية السعودية والخليج. يعني ترامب آخر همه هو اليمن، ومشكلته مع إيران هي مشكلة الملف النووي، فهو يريد أن ينهي الاتفاقية النووية معها، ويريد أن يقطع عنها الأموال التي كانت إدارة أوباما تطلقها لها شيئا فشيئا. ولذلك يعني هذا موضوع لا يخص اليمن بشكل مباشر، هو يقول أمريكا أولا، ويريد للدول التي تلقت مساعدات من أي نوع من أمريكا أن تدفع ثمنها. يعني علاقته مع السعودية ومع الخليج ستكون مالية اقتصادية بالدرجة الأولى. فأنبهكم أنه لا يأبه لليمن ولا لمصالح اليمنيين، لذلك أنا لا أتوقع منه خيرا بالنسبة للمنطقة. فيعني باقي شهرين على إدارة أوباما، وأنا أدرك يعني أنه أوباما وكيري يريدون مصلحة الشعب اليمني، لذلك عندكم فرصة ضيقة للتفاهم وللوصول إلى حل، وإلا استمروا في هذه الحرب 10 سنوات ولن يبقى أحد في اليمن. نعم. فهذا عيب ومشين بحق الشعب اليمني،
ولا أتمنى لكم ذلك. أتمنى كل توفيق لكل الأطراف في اليمن على أساس أنهم شعب واحد ويجب أن يعيشوا معا بحكومة تمثل الجميع، وسلام عليكم. شكرا، شكرا جزيلا لك سعادة السفير، نائب السفير الأمريكي السابق في اليمن السيد نبيل خوري، كنت معنا عبر السكايب. وعودة إلى الدكتور عبد الباقي شمسان. دكتور عبد الباقي، إذن السيد نبيل يقول بأنها فرصة ضيقة وأخيرة، إذا لم يستغلها اليمنيون بحل سياسي ستستمر الحرب ربما لعشرات السنين. هذا كلام خطاب يندرج في إطار الاستراتيجية الأمريكية ولا علاقة له وليس من أجل سواد عيون اليمنيين. أمريكا عندما تتدخل لهل من أي حبا في الشعب اليمني، بالعكس نحن نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية ذهبت من العراق ودون العودة لمجلس الأمن والمرجعية الدولية، ودمرت بغداد ودمرت الشعب بكامله وشردت الملايين وأعادت الشعب العراقي، كما قال جيمس بيكر لطارق عزيز، قال له سنعيدكم للقرون الوسطى، وانطلقوا من يعني حل الجيش العراقي، وكان كل الخبراء يتحدثون، وكان هو موجود خوري كان في بغداد وتحدثوا، كانوا ينصحون الحكومة الأمريكية بألا تقوم بحل الجيش العراقي حتى لا يعود الجماهير إلى التنظيمات الحامية الأولى القبلية والعشائرية والعقائدية، ولكن كانوا هم لديهم استراتيجية واحدة بتدمير مقومات الدولة الوطنية وإحياء الهويات الثنائية القومية والكردية والشيعية. ومن ثم سنلاحظ الآن ماذا يحدث في بغداد، هناك اعتراف بجيش سني وشيعي، هناك تقوية للأكراد كقومية، هناك دعم لاستقلال كردستان، هناك إدخال داعش، ومن ثم دخول الحشد الشعبي لتغيير ديموغرافي في المنطقة عن طريق محاربة داعش، ولكن الهدف خلق نازحين من المدن السنية وإدخال بديل من الشيعة. نعم. أيضا لدينا في اليمن المستهدف هو المملكة العربية السعودية، عندما يتحدث أنها ستخسر. نعم. وبالتالي بقاء الحوثيين في خاسرة دول الخليج. نعم. يعني أن حزب الله في المملكة العربية السعودية سيتم الإعلان عنه قريبا، يعني أن موارد والأمن القومي السعودي في خطر، يعني أن اليمن لن تستقر لأن المخطط الغربي واضح. وبالتالي عندما يقول طيب أن ترامب لن يهتم، نعم، إذا كان أوباما مهتم باليمن لما تحدث عن الحوثيين والسلطة الشرعية على حد، نعم، سواء وبنفس الدكتور الندية. دكتور عبد الباقي، في نقطة مهمة ذكرها نبيل خوري وسألتك عنها، لكن أريد يعني إجابة أوضح فيما يخص لماذا يهدد باستمرار الحرب في اليمن عشرات السنين رغم ما نراه على أرض الواقع. ربما تغيرت المعادلة كليا، الآن أصبح الحوثيين في تقهقر كل يوم، الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يتقدمون في العديد من الأماكن، ومؤخرا ما يحدث الآن في تعز. هو رجل مطلع تماما ويدرك تماما أن هو يهدد الآن، ويقول أن تحرك كيري من أجل الشعب اليمني يؤكد ذلك، وهم يعلمون أن هناك تهريب سلاح وأن هناك دعم للحوثيين بالسلاح وهناك دعم من مسقط عمان للحوثيين وبتنسيق مع إيران، وبالتالي يستطيعون غض الطرف عن إدخال السلاح ودعم الحوثيين بغض الطرف، وهذا يعني أنهم إذا أرادوا تطويل المعركة يستطيعون، ولكن إذا الشعب اليمني أراد أن يقرر مستقبله والطلعات بدأ الآن التحركات في تعز، وبالتالي السباق مع الزمن. إذا ما تم استعادة تعز، وبالتالي علينا التقدم نحو استعادة بقية الجغرافية. نعم. الذي أخرنا هو هذا التردد في استعادة الجغرافية والمؤسسات. نعم. هذه الرؤية الضبابية لدى دول التحالف والسلطة الشرعية، الذي أخرنا أيضا هذه السلطة الشرعية التي ليس لها رؤية استراتيجية. أنا قلتها في أكثر من لقاء، لدينا مجموعة من الوزراء والشخصيات لديهم أكياس محملة بالمحاصصة. نعم. وكل يذهب طيب إلى دكتور، ولكن كما الخاصة ترى. نعم دكتور، فيما يخص الحكومة الشرعية ربما يعني مؤخرا بدأ موقفها أقوى من المرات السابقة، ويعني ظهر ذلك جليا برفضهم لخطة كيري. لا تعتقد أن هذا التغير في الخطاب من ثقة موجودة على الميدان؟ هناك إدراك، المملكة العربية السعودية على قلق عالي جدا، وحاولت تمتص الضغط الأمريكي بحيث أنها وكلت المهمة للسلطة الشرعية بالرفض،
ولو كانت المملكة العربية السعودية رافضة لكان السلطة الشرعية قد قبل يعني قبلت لكانت السلطة تجاوبت، ولكن هناك رفض. ولكن عندما تم إحراج المملكة العربية السعودية بالحديث عن اتفاق حوثي سعودي وإهمال الطرف الشرعي، وكأن هناك اتهام السعودية بالعدوان وعليه، حتى اليوم تلاحظ التصريح قالوا المملكة العربية السعودية أنها لابد من التنسيق مع السلطة الشرعية لإيقاف الضربات أو استمرارها، أي أن المملكة العربية السعودية مدركة لهذا الفخ وعليها أن تستمر في إطار الشرعية الدولية. ولكن أين المخيف؟ المخيف هو هذا الزمن المبدد، هذه الرؤية الغير واضحة، هذا إدارة المعركة الطويل. المعركة كانت واضحة، نحن فقدنا عام نظراً لبقاء البنك المركزي في الإد الحوثيين. طالما نحن نقلنا البنك المركزي ما زال حتى الآن العمليات مشتتة، ما زالت حتى الآن الرؤية مشتتة، بالتالي نستطيع، أقولها نستطيع أن نستعيد الجغرافيا والمؤسسات إذا غيرنا الاستراتيجية في هذه اللحظة الحرجة، لأن هناك تهديد، بالفعل هناك تهديدات وهناك استراتيجية. إذا أمام هذه التهديدات، نعم دكتور، أمام هذه التهديدات هل تعتقد أن هناك تسارع في تغيير الآلية مع التعامل لأداء الشرعية في اليمن، وأيضا توحد الرأي التحالف العربي؟ ربما هناك تباين، يعني كما تعلم يعني يظهر التحالف العربي بأن هناك وجهات نظر تختلف من دولة لأخرى المشاركة في دعم الشرعية. نحن قلنا وطالبنا منذ عام، قلنا أن ينبغي على دول التحالف أن تضع رؤية واضحة بشفافية ووضوح للمصالح القومية العربية والمصالح الأمن القومي الخليجي والمصلحة اليمني، وأقولها بوضوح، الهدف من اليمن المملكة العربية السعودية دول الخليج وليس اليمن بحد ذاتها، اليمن هي البوابة. ولهذا نحن ندرك والسعودية تدرك ودول الخليج تدرك، ولا أدري لماذا هذا التباين، وهم يعلمون أن اليمن هي البوابة إلى اختراق بقية المكونات في دول الخليج. وعليه أعتقد أننا بإمكاننا أن نحدث تغيير، ولا يمكن لنا، شوف عندما يتحدث أن ترامب سيتركنا وأن أوباما هو الحبيب العزيز، اترك ماذا يحدث في حلب، أين دموع أوباما في حلب، أين دموع أوباما والصواريخ الروسية تضرب، أين دموع أوباما في الموصل وفي نينوى؟ هذا نوع من المغالطات. وبالتالي الشعب اليمني إذا قبل كيري سيذهب إلى حلب وسنذهب إلى بغداد، المخطط هو صوملة اليمن، ولهذا مشروع كيري الفخ الكبير، وهم لا يمثلون نصف اليمن، علينا أن نكون متأمل السلطة. نعم دكتور، أتفهم من كلامك بأن ربما إدارة ترامب ستكون أفضل حالا مما أدارت أوباما وطاقمه للأزمة اليمنية. أولا أنا لا أربط هذه العمليات بأمريكا، هذا من الأخطاء العربية الكبرى أننا نربط، يعني من الطبيعي جدا أن نفهم الاستراتيجيات الدولية، ومن الطبيعي جدا أن نفهم التوجهات، ولكن تطلعات الشعب اليمني هو الذي يحدد لنا المسار وليس توجهات الدول الكبرى. عندما يكون أمننا القومي مهدد، وعندما تصبح بغداد مجالا إيرانيا وليس عربيا، وعندما حلب تدمر، وعندما حلب تصبح فيها تغيير ديمقراطي وهناك يعني تدفق ديموغرافي من إيران وتغيير ما يسمى سوريا المفيدة، وعندما ننظر إلى ليبيا و2017 هناك الصحراء في الجزائر في اتفاقية تنتهي 2017، وبالتالي احتمال تقسم دول المغرب العربي بعد 2017. نعم حتى لا نتشعب في الموضوع دكتور عبد الباقي، حتى لا نتشعب، لو عدنا لا نتشعب، ولكن دعنا نفهم المشاهد العربي. نعم طيب دكتور اسمح لي في جزئية هناك. نعم دكتور عبد الباقي، حتى نستغل الدقائق الأخيرة، كيف تقرأ التغير الذي طرأ مؤخرا في الموقف العماني من دور الوسيط لا دور يعني الضامن لميليشيا الحوثي؟ لم يتغير من دور الوسيط للضمن. سلطنة عمان منذ أن تأسس مجلس التعاون الخليجي وهي أقرب إلى إيران منه إلى دول الخليج، ولم تكن يوما إلا طرفا لم تكن ضمن الفعل الخليجي رغم أنها جزء من المجلس التعاون الخليجي، ومواقفها دائما بعيدة عن ذلك، وهي يعني لديها علاقات تجارية
كبيرة جدا مع إيران توصل إلى مليار دولار، وهناك ما يقارب 259 شركة إيرانية في عمان، وهناك مشروع غرفة تجارية مشتركة بين عمان وإيران، بالتالي هي أقرب من حيث الاستراتيجية إلى إيران منها إلى مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي هي التي تحركت من أجل إنقاذ الحوثيين وضمنت الحوثيين، لأن الحوثيين حققوا أهدافهم وفقا للرؤية الإيرانية. نعم. المخلوع صالح هو في موقف محرج، الحوثيين إذا ما قبلوا هذه الاتفاقية يعني أن حزب الله اليمني قد اتخذ شرعية دولية، أن حزب الله اليمني معترف به دوليا. أما نعم. المخلوع صالح، المخلوع من هذا مما يدور. نعم المخلوع وتجاهل كيري ربما لذكر المخلوع، لم يتجاهله، لم يتجاهله، وإنما ترك الفراغ حتى المخلوع صالح يسارع بالإعلان ويبحث عن مخرج، ولكن اتضحت الرؤية. الحوثيين إذا ما قبلوا خطة كيري يعني الحوثيين أصبحوا حزب الله اليمني. المخلوع صالح سيدخل في مناورات الاستمرار وربما يكون حقه الطلبات أقل، ولكن هذا التصريح كان مدروس. هناك من يتحدث ويقول أن كيري لعب على الحوثيين وبالتالي أخرج نعم. الأسرى أو المختطفين لديهم، هذا هراء، هذا وزير خارجية دولة كبرى لها استراتيجيات، قد يكون حقق هذا جانبي في إطار العمليات، ولكن نعم. المشروع هو التحرك قبل نعم. وصول ترامب لإيجاد نعم. تسوية والحفاظ على الحوثيين. نعم دكتور عبد الباقي، نسمع وجهة نظر الباحث والمحلل السياسي الدكتور عبد الله الغيلاني من عمان. مساء الخير دكتور. مساء الخيرات، مرحبا بكم. أهلا ومرحبا بك دكتور. ربما الكثير يتساءل عن الدور العماني، والكثير يصفه بأنه ربما دور مشبوه يتماهى مع المشروع الإيراني ضد البيت الخليجي الذي هو جزء منه. كيف تقرأ أنت دور عمان في الأزمة اليمنية؟ لعل هناك يعني مبالغة في هذا القول أن الدور العماني يتماهى مع المشروع الإيراني. صحيح أن الدور العماني ربما لا يتماهى مع التوجهات الخليجية فيما يتعلق بال يعني مقاربة الأزمة اليمنية، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن الدور العماني يتماهى تماما مع الدور الإيراني. يعني إن كانت الإشارة إلى المحادثات الأخيرة التي تمت في مسقط لوجود وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، فأحسب أن دور السلطنة لم يتغير، هو دور لوجستي. يعني هذه المحادثات لم تكن السلطنة، صحيح أنها كانت طرفا ولكن لم تكن هي الطرف الذي طرح المشروع. الجولة الأخيرة من التفاوض أو من الحوار الذي جرى في مصر يظهر أنه كان بين الولايات المتحدة وبين الحوثيين فقط. هناك تلميحات فيما صرحت به وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن هناك حضور خليجي إماراتي سعودي ربما، هذا لم يثبت بشكل قاطع، ولكن هناك تلميحات في التصريحات الأمريكية، ولكن في المحصلة هو حوار بين جون كيري ممثل الولايات المتحدة وبين الحوثيين. وأحسب أن الدور العماني كان دورا لوجستيا كما جرت العادة منذ بداية الأزمة اليمنية إلى الآن. لم تتقدم سلطنة عمان بمبادرة نعم. مستقلة، ولكن دكتور كما تعلم دكتور عبد الله، اسمح لي دكتور عبد الله، كما تعلم كيري ربما التقى بالحوثيين وتجاهل الحكومة الشرعية المعنية بالدرجة الأساسية بالأمر. هذا صحيح، ولكن السؤال ماذا كان دور الفرقاء الخليجيين؟ الحكومة اليمنية الشرعية هي أقرب إلى التحالف، التحالف كما لمحت أو كما رشح في تصريحات الخارجية الأمريكية أن التحالف كان حاضرا في هذه المحادثات بدرجة أو بأخرى. فالسؤال يعني كيف قبل التحالف بإجراء حوار مع الحوثيين عبر الولايات المتحدة دون أن تكون الحكومة اليمنية الشرعية منخرطة في هذا الحوار؟ التصريحات التي صدرت من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أن الحكومة اليمنية لم تكن تعلم بهذا، ولكن يعني إذا لماذا نعم دكتور عبد الله، لماذا لم تتبنى عمان بما يعني لا شك إذا كانت هي تقود الآن تقريب وجهات النظر، لماذا لم تطلع الحكومة الشرعية وتتخاطب مع الحكومة الشرعية فيما يخص هذا اللقاء بين الحوثيين وكيري، وتلعب دور وسيط ربما يصلح حال الشعب اليمني بشكل يعني كامل ولا ينحازوا إلى الميليشيا بعيدا عن الحكومة الشرعية؟ أنا هذا الذي أرجوه من الحكومة العمانية، وهذا الذي دعوت إليه مرارا، أن يعني تحافظ السلطنة على مسافة يعني واحدة من الفرقاء، وأن تخرج من حالة الارتهان
إلى المطلب الأمريكي أو المطلب الإيراني، وأن تقدم مبادرة عمانية مستقلة على اعتبار أن السلطنة تتمتع بعلاقات جيدة مع يعني فرقاء الصراع. هذا لم يحدث إلى الآن، وأنا ما زلت أقول أن الدور العماني هو دور لوجستي. استضافة المبادرة، هذه الحوارات أو هذه الجولات من التفاهم، نعم. توفير الأجواء المناسبة، التواصل مع الفرقاء، التواصل ربما أكثر مع الحوثيين وعلى عبد الله صالح، ولكن إلى الآن لم يعلن عن مبادرة عمانية مستقلة، وهذا الذي ندعو إليه. ولكن أخي دعني يعني نتجاوز هذه التفاصيل وهذه الجزئيات وننظر إلى الصورة في سياق الاستراتيجي. هذا تحول، يعني أن تجرى محادثات وأن يعلن عن نتائج هذه المحادثات بوجود الولايات المتحدة الأمريكية، ثم يتضح أن الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا وتتعامل معها كل الأطراف الإقليمية والدولية لم تكن حاضرة، بل لم تكن تعلم بهذه نعم. هذا تطور في الأزمة اليمنية. هل المقصود الآن هو دكتور عبد الله هذه الحكومة؟ نعم. هو دكتور عبد الله هذه الحكومة نعم. حتى دكتور عبد الله الذي قال وقت، اسمح لي دكتور عبد الله. نعم دكتور عبد الله الذي قال وقت، إذا تكرمت في 20 ثانية فقط، هل ترى الآن السلطنة بأن مصلحتها مع الحكومة الشرعية ومع البيت الخليجي الذي هي جزء منه، أم ربما أصبحت يعني انحازت بشكل كبير لإيران والمشروع إيران ودعم حليفها في اليمن الحوثيين؟ أخي لا نستطيع أن نصل إلى هذا الاستنتاج، لا نستطيع أن نقول أن الحوثيين صاروا حليفاً لعمان. صحيح ان هي يعني السلطنه قريبه من الحوثيين، القنوات مفتوحه بين الطرفين، هناك علاقات طبيعيه وربما اكثر من طبيعيه مع ايران، لكن لم تصل الامور الى حد التحالف مع الحوثيين. يبقى السؤال، يعني ما هي دلالات هذا الحدث الاخير؟ انا هذا الذي يعنيني بالمعطله، ما هي دلالات هذه الجوله من المفاوضات وهذا الاعلان عن هدنة يعني تبدأ في 17 من نوفمبر مع حكومة وحدة وطنية؟ بدأت الهدنة ولكن لم يتغير شيء. نعم أشكرك دكتور عبد الله الذي قال وقت، شكرا جزيلا لك. بدأت هذه الهدنة بحسب ما حددها كيري والوساطة العمانية، لكنها ربما باءت بالفشل من الساعة الأولى والحرب مستمرة وقائمة. سؤال أخير فقط للدكتور عبد الباقي شمسان، إذن أمام كل هذا المشهد أين ترى اليمن مستقبلا؟ هل هناك حل سياسي قريب أم ربما حسم عسكري أقرب؟ أعتقد أن أنا مع استعادة الدولة للسلطة والمؤسسات للأرجوغرافيا والمؤسسات بواسطة الفعل العسكري وفقا لشرعيتها ووفقا للمرجعيات الدولية، لأن المشروع الدولي واضح، والحوثيين سلوكهم وتوجهاتهم ليست حصول بعض المنافع، ولكن هدفهم استعادة السلطة التي قطع معها الشعب اليمني عام 62 والمخلوع صالح عام 2011. دعني أقول لسلطنة عمان فقط في الأخير، أقول لمصلحة من هو صاحب المصلحة بتجاهل السلطة الشرعية؟ إيران، سلطنة عمان كانت أحد اللاعبين الرئيسيين في الاتفاقية النووية بين أمريكا وإيران. ثم إذا نحن ليس بحاجة لأن تكون مسقط نقطة استراتيجية أو دعما لوجستيا، نحن أمام معركة أمن قومي عليها أن تكون جزء من مكونات الدفاع عن الأمن القومي وليس نقطة لوجستية. أشكرك جزيل الشكر أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء الدكتور عبد الباقي شمسان، كنت معنا من اسطنبول. الشكر أيضا للسيد نبيل خوري نائب السفير الأمريكي في اليمن السابق، والشكر أيضا للدكتور عبد الله الغيلاني الباحث السياسي العماني كان معنا من مسقط، والشكر موصول لكم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة. تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل أسامة القطيبي، كما هي لكم مني بشير الحارثي ومن كل الطاقم الفني. نلقاكم إن شاء الله بحلقات جديدة من فضاء حر، حتى الملتقى، حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.